انا مش فلل من هون. قال لي يا قاتل يا مقتول. كاري قص. اجل اوسني باجري تتلحق طيارتك. لك اوسني باجري بسرعه. كان بآخر الدنيا سمير هدايا. بدي الحقه ودفعه حق جريمته. عم فتش على جوزي. عندي خصلة كل ما اشوف شاب بصير اتخيله اذا بيزبط جوزي او لا. شو هالخصلة البشعة؟ هيدا التايب اللي عم فتش عليه. اي تايب؟ فرجيني تشوف. طمني حكيم، كيف صار نجيب ابو حيدر؟ بعده على حالته، فايت كوما وما بعتقد رح يطلع منها. ما في أمل؟ ما في أمل. بعده لأمن عبيب نجيب أبو حيدر. بعتقد بعده. ليه عم تسألني؟ ضلك طلطل عليه وقال لي أخباره. يهمني أعرف كل شيء عن صحته. كمال مات. قتلوا. ليه يا أسامة ليه؟ حدا يقول لي ليه؟ دمه أمين برقبتي. ما راح أرتاح قبل ما يخرج. ما تسألني كيف وليش. ما بدي الصبح يطلع ونجيب بعده عايش. Thank you.
شاب حلو مبين فيه رجولة. قد ايه بتقولي عمره؟ حطي له عمر، انت كريمة وهو ما بيستاهل. عم يتطلع فينا. شو فيلي؟ في شي محبس بايده؟ اي ايد بتهمك اكتر، الشمال او اليمين؟ ايد الشمال، اليمين منظبطها. كميل. نعم استاذ. مين هو الاثنين اللي قاعدين هونيك؟ اياهم هودي بنات. لا بشرفك بنات، كنت مفكرهم اناني غاز. فهمني، تعرفهم شي؟ زبونات المحل؟ هيئتهم زبونات المحل، لا في شي؟ ايه في. شو في؟ شو اسمها هيدي البنت اللي قاعدة على اليمين؟ شو اسمها يا كميل؟ شو اسمها؟ لغايته؟ لغيته قلت لي؟ لكان حساب لغيته أحسابك. وأعطيها كارتي. ليه فل؟ لأن احنا كمان صار لازم نفل؟ يلا نمشي الحساب إذا بتريد. واصل الحساب. ما فهمت كيف واصل. لا ما بنقبل شو هالحكي. شاب وحاب يعمل جست. ما بنحب هالجستات. الحساب بليز. يلا فز. بعتذر ما في اعمل فطورة مرتين كرماسية المحل. سوري.
نجيب عم تسمعني؟ لازم تكون عم تسمعني. انت وانا ما قلنا حدا بهالدنيا، مش باقي لنا حدا. نطرت كتير حتى لقيتك، ومستعدة انطر اكتر بكتير لترجع لي، بس ماني مستعدة ابدا اخسرك. عم تسمع؟ ماني مستعدة اخسرك. انت كل عمرك تقول في الله. نجيب ترجيك ساعدني، لأنه ما إلي غيرك. ما بدي منك شي إلا أني ضل اسمك عم تتنفس. ساعدني وخليك ما تفل، لأنه إذا بتفل رح ألحك. تتذكر شو كنت تقلي؟ كنت تقلي ما بقدر عيش بليك. أنا كنت قلك أنا كمان ما بقدر عيش بليك. تغبرني ما بقدر عيش بليك. شو عملت؟ أوضة فاضية ما فيها حدا. كيف يعني الأوضة فاضية ما فيها حدا؟ يعني نجيب مش موجود بالأوضة. معقول يكونوا رجعوه على غرفة العناية؟ أو يمكن صار له شي بالليل ومات. طيب وليه ما سألت شو صار فيه؟ ما لازم حدا يشوفني عنده بالمستشفى. كل عمرك تحب تحلق دقنك بالليل، ما رح خلي شي يتغير عليك. مشتاق للبابا، ما هيك؟ البابا راح يا مامي، سافر وما منعرف امتى رح يرجع. بعرف انك ناطره، بعرف انك بتحب، بعرف من عيونك انك عم بتدور عليه. انا مثلك ناطره، بس عارف انه ما بقى رح يرجع. رح اتركك وحدك شوي، نازله جيب شوية اغراض. بدي اعمل لك اكل كنت تحبه كتير. هلا بس اعملها رح تشم ريحتها. مرحبا منى. يا اهلا بالست ديانا. حكيم طمني عن نجيب. نجيب بعد حالته الصحية صعبة، فضلت مرته وتظهروا من هون. يعني معقولة يصحى ويمشي مثل العادي ويحكي؟ برأيي ما عاد يصحى، وإذا صحي بتكون عجوبة، لأنه يلي بوضع نجيب معهم كل شيء وارد، والإنسان هو حظه. هو حظه حتى بالطب في مسألة حظ. حكيم كل شي بالدنيا في حظ، ولو ما بتعرف هالشي. اخ انا اللي بعرف هالشي. حكيم لوين اخذوا لنجيب؟ ما بعرف، بعتقد على بيته.
منى، نجيب كان أقرب الناس لكمال، الله يرحمه. الله يرحمه، كان غالي عليه كتير، كان يعتبر واحد من البيت. انت بتعرفي هالشي؟ بعرف. كان المفروض قبل ما تظهري من المستشفى تعطيني خبر، كان لازم أعرف. بعدين كيف بتقبل يطلع وهو بعده بهالحالة؟ الدكتور هشام نصحنا اخده على البيت لأنه ممكن يصحب أي وقت وممكن يضل هيك سنين. بعدين ما بقى بدنا نحملك تكاليف العلاج أكتر من هيك، عملتي يلي عليك ست ديانا. مين سألك عن التكاليف؟ نحن مجبورين بنجيب، ما برضى أبدا يكون السبب التكاليف. من اليوم تراجعي على المستشفى، المهم يصحى ويرجع لنا مثل ما كان. وعديني منى، وعديني بتراجعي اليوم قبل بكرة. ست ديانا، هون أحسن من المستشفى صدقيني. ونصيحة الدكتور هشام كانت بسيكولوجية وإنسانية أكتر ما هي قضية مادية. علاقتي معه هون علاقة واقعية، عم خليه يحس إنه موجود، عم علمه يقاوم حالته، وعم ساعده يطلع من الكوما، وأنا أكيد إنه عم يسمعني. في وجهة نظر من يلي عم بتقوليه، بس مش معقولة تحبسي حالك كل هالوقت، لازم حدا يساعدك. بطلب لك المرضى تساعدك، هيك بتبقى حدك وبتخفف عنك. بتساعديني بشغلة واحدة، يضل معاش نجيب ماشي. معاش نجيب بس؟ نجيب إله عنا أكتر بكتير من هيك يا منى، ونحن ونجيب جايبة واحدة. الله يخليك ويديميك ويحمي لك ابنك. بقدر أحكي مع نجيب كلمة؟ نجيب، نجيب اشتقنا لك، ناطرينك. جيمي ناطرك تحمله وتلعبه وتضحكه. جيمي بحاجة لحدا يحبه، انت بتعرف قدي بحبك وقدي كلنا منحبك. ما تتركنا يا نجيب، ما تتركنا مثل ما تركنا كمال. حسان؟ نعم. فيك تروح ترتاح وتشوف عائلتك، رمزي بيبقى معي. ممنونك معلم. انه يعني ضروري تجيبينا قبل الضو؟ مش معقول شو بتنقي. اقولك بتلفن له؟ شو حاسة؟ مش معودة انا اللي تلفن. لكن تلفني له واعطيه رقمك ليتلفن لك. ما بدي اتنازل، بحس اذا تلفنت له بكون عم بتنازل له، كرمال هيك ما رح تلفن. ما في لزوم للتليفون، اطلب تجد. عن مين عم تحكي؟ عن التليفون. اجا لعندك شخصيا وهلا بيرن من حدك. تفضلي. كيفك اليوم؟
اهلا ماجدة. عادي شو في شي جديد؟ لا ما في شي. كيف ما في شي؟ واللي بيشوفك بيقول انه رح تموت من الزعل. انا زعلان ضايع محتار. محتار؟ وشو اللي محيرك؟ وضع ديانة بعد موت المرحوم كمال. بعد موت كمال كلنا تعبينين. بتعرفي يا ماجدة انه ديانة وابنها هو العائلة صديقي، انا من واجبي احمي هالعائلة، مش هيك؟ طبعا. وانت بتعرفي انه ديانا كانت اول حب واخر حب بحياتي، مش هيك؟ بعرف، وبعرف كمان انك تنزلت عنا لكمال لانك بتحبه اكتر من نفسك. صرت سامع منك هالقصة الف مرة. يعني هلأ مات المرحوم كمال، كيف بدي استرد حب الأول؟ أسامة، ليه بدك تفتح دفاتر الماضي؟ شو بدك من أرملة وابنها؟ تركها بحزنها ولابنها. اسمع مني. ما بدي اسمع منك، ما بدي حدا تاني يخدم، ما بدي ارجع اتنازل عنها لحدا. ماجدة فهميني، ما عم بقدر اتخلص من انانيتي فيها. ضحيت فيها مرة لكمال، ماني مستعد ضحي لحدا تاني ممكن يطمع فيها بمصرياتها. شو بدك أسامة؟ بدي احميها واحمي ابنها وثروتها. صدقيني يا ماجدة، انا كل هدفي رد جميل لصديقي وبوقف حد عائلته بهالوقت الصعب اللي عم يمرقوا فيه. شو المطلوب مني؟ تقنعيها. بشو؟ نتجوز. هاي وبعد الهاي شو بدك؟ شو عامل الليلة؟ مفسر. طيب شو عاملي هلا؟ عم بحكي مع واحد تقيل الدم. بس تخلصي حكي مع تقيل الدم شو رح تعملي بعدين؟ رايحة انتحر. قبل ما تنتحري فيني اشرب انا وياك فنجان قهوه؟ ما بحب القهوه. في حديث بدي احكيه معك ومش حلو الا على فنجان قهوه. بس لازم تعرف اني مش مثل كل البنات اللي بتعرفهم. انا ما بحب البنات اللي بعرفهم لاني بعرفهم وقاعد معهم. بس انا ما بعرفك وكرمال هيك ما في اقعد معك. اعطيني فرصة اعرفك على حالي. ترجمة
أنا خريج كلية الهندسة، عندنا شركة مقاولات، بشتغل مع الوالد. هيدا أنا بسطرين، سي في صغيرة، إن شاء الله ترضي طموحك. هيدا السي في النظرية، بس التطبيقية كوارث. شو هالفكرة اللي اخذتيها عمي؟ هلا التقيت فيه، بعدني ما بعرفك، بس تكون فكرة عنك لازم تكون بتهمني. لحد هلا قديش ما بهمك؟ كتير. هالقد؟ وليه هالقد تعجبت؟ شو في شي بيجمعنا لتكون بتهمني؟ برأيك شو ممكن يجمعنا؟ نفس الاشياء اللي ممكن تفرقنا، بس أنا بعرف إنه الأشياء اللي ممكن تفرقنا أكتر بكتير من الأشياء اللي رح تجمعنا. بأي بداية معرفة بلاقي حال الواحد مش عارف إذا بيفوت بعلاقة جدية أو عادية. أنا قررت تجمعني معك علاقة جدية، خدي قرارك عن هيك، معنا وقت، احسبيها على هيك. مش شاطرة بالحساب. كيف أمور الشغل؟ شريعنا كبيرة، ما بعرف كيف رح أقدر مشي الأمور وأنا بهالحالة. بعد ما طلعنا من الصدمة كيف رح تقدر تركزي على الشغل؟ شو لقيمة الدنيا وكمال مش معنا؟ كمال معي، كمال عايش جواته وما رح يموت ابدا. فقد له كتير، اشتقت لضحكته لطلته السهر معه، كل شي بهالدنيا عم يذكرني فيه. مش قادر اخفي حزني عليه، مش قادر اخفي حرقة قلبي عليه. صحتين، ممكن اخذ رقم تليفونك كصديق محتمل؟ لما بتصير صديق فعلي ببقى بعطيك رقم تليفوني. باي. لصير صديق فعلي لازم تعطيني تشانس، يعني لازم تعطيني رقم تليفونك لاحكيك. حابب احكيك بليز يا سمي. أنا وأنتي قدرنا نواجه غياب كمال، قدرنا نحزن ونبكي وننسى يلي صار، مع إنه صعب ننسى. صعب ننسى، ما عم بقدر صدق إنه كمال مات، ما عم بقدر أقنع حالي إنه راح وما رح يرجع.
راحوا تشوفوا ولا اسمع صوته وضحكته ولا حس بالحنان الدافئ اللي بعيونه. ما عم بقدر صدق أسامة، ما بدي صدق. كان لازم تعطيه رقم تليفونك. ليه؟ لأنه ما عندي ثقة بالشباب على شكله. خلص ولا يهمك، إذا دق لي ما رح رد عليه. صدقتك. هيدي غنية، أنت بتحبها. مرحبا. يا اهلا بالاستاذ. اهلا، تفضل تفضل. اخذت عنوانكم من الست ديانا، جاي خمس دقائق شق على نجيب وامشي. يا اهلا وسهلا، البيت بيتك. تفضل تفضل. شكرا. ما في ولا إشارة لحد هلا؟ أبدا. والنتيجة؟ على الله. وحدك معه؟ ما حدا عم يساعدك؟ ما في لزوم لحدا. أنا بعتبر نفسي محل المرحوم كمال، وبعرف قديش المرحوم كان يعزه لنجيب، مشان هيك بتمنى عليكم تعتبروني واحد منكم، وشو بتريدوا أنا قدامكم. تسلم، ما عنا شك بمحبتك. بترجيكي أي علامة أي إشارة حتى لو كانت صغيرة بتدل على شيء إيجابي تتصلي فيه. إن شاء الله خير. شو هيدا؟ مساهمة صغيرة. ما في لزوم. لا 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 لا، حول نجيب، وأنا ونجيب نصطفى خاطري. مع السلامة. مش عم صدق انك ديانا، مش عم بقدر صدق. معقول الحزن يعمل فيكي هيك؟ الحزن على كمال قليل، والعذاب اللي انا فيه كمان قليل. كمال بيستحق اكتر من هيك.
ايه بس ما بيسوى تكفي هيك، عم بتدوبي دوابين مع دموعك، مش باقي منك شيء. حرام عليك كرمال ابنك، ناسي انه عندك ولد. ابني اذا كنت راضي يكمل حياتي فهو كرمال ابني. ديانا الحياة بتستمر، ما بتوقف قدام المصيبة. حاولي تطلعي من اللي انت فيه ورجعي تعودي على الحياة. حاولي. لو بتعرفي الحرقة اللي جواتي، الخسارة اللي أنا فيها، الحسرة والخوف من الأيام الجاية، لو بتعرفي القلق والواقع البشع اللي أنا عايشة فيه، كنت بتعرفي إنه المحاولة علامة استفهام. ما بعرف إذا رح أقدر حاول. بتعرفي نفس الكلام سمعته من أسامة. أسامة مثلك، ضايع مكسور، عايش بقلق وحزن وخوف عليك وعلى جيمي. أسامة وكمال كانوا أكتر من إخوة، بعرف قدي حجم الكارثة كبير عليه. بعرف أسامة كتير عاطفي وعايش بحالي ما بتنطق، حامل همكن وحاسس إنه موت كمال أكبر مصيبة صارت له بحياته. بعرف. الو، عم تلفنك لاني نسيت اسالك، كيف بتحبي الشاب يكون؟ يعني كيف بتفضلي الشاب ليعجبك؟ اذا بيهمك تعرف، بيعجبني الشاب يلي بيختصر كل بنات الدنيا فيي وبيضحي بكل البنات كرمالي. انا لازم اسالك، انت كيف بتحب البنت تكون؟ او بتعرف ما رح اسالك، لانه شو ما كان جوابك ما رح يقنعني. باي. ما عم بعرف ليه عم تعذب حالها هالقد، عطول سرحانة شاردة، ما عم تقدر تنسيه، ما عم تقدر تستوعب انه كمال مات وانتهى، ما عم تقدر تعيش مع الفكرة. كيف بدنا نساعدها لتطلع من هالمصيبة؟ صعبة، بدها شوية وقت وأعصاب، لازم نوعي الحياة اللي فيها، لأنه الحزن مأثر عليها وعلى إرادتها وعلى عقلها وأعصابها وتصرفاتها. بالأول خلينا نساعدها لتسترد صحتها ونحاول ما نخليها تعقد الأمور، ساعدها لتطلع من هالصدمة، نحاول نخليها تفكر انه في ناس حواليها بهمهم امرها. فكرة الزواج بهالوقت بالذات صعبة. المهم نزرع الفكرة براسها. ما بعرف قدي راسها بيساع هيك افكار. أنا بعرف قديش فيك تأثري على ديانا بهالموضوع. رح حاول. ألو، عن جديد. فكرت كيف حب البنت، ولازم قلك حلوة جذابة ومهضومة ويكون عندها شخصية. ولا كم وحدة قلت هالكلام؟ لا ولا وحدة. شو محتال؟ ما قلتن لا ولا وحدة، لأنه بين كل اللي عرفتن ما طلع ولا وحدة أنت لقال ليهن. شفت أنك محتال؟ ليه؟ لأنه كيف بدي صدقك وبتحكي هالقد كلام حلو؟ معك حق، أنا مش مصدق نفسي إنه في إنسانة قدرت تطلع مني كل هالأحاسيس. يعني أنا حبيت من أول نظرة،
واخيرا اكتشفت الانسانيه اللي بحبها. وسيم بخاف من هالحكي. تركيني اخدك على قصه حب، او منبقى جواتها ومنكبر معه ومنكفي، او منطلع منها، واذا ما اتفقنا بترجعي لقصصك الصغيره اللي معود عليها. ما رح سلمك قصتي مهما كانت كبيره، يمكن لانه ضعفي رح يكون اكبر. مش حلو المرأة الا ضعيفه. وسيم تركنا نام. بشرط تحلمي فيه. باي وسيم باي. لكن باي. الحالة بالبلد مش منيحة، الناس خايفة من بعضها والزعامة عم تقاتل بالناس. حالة البلد مثل حالتك، بس ما حدا بده اياه يصحى. اخترع وجودك وانت موجود، بدك عيش مع السكوت والفراغ. كنت عم راهن انه الحب اقوى شي على وجه الارض، كنت عم راهن انه حبي الك رح يردك لالي، وبعدني مراهنه وبعدني بحبك ومش رح اتركك. بس تعبت، تعبت من الامل انك تصحى، تعبت تخيلك مفتح عيونك. امتى بدك تفتح عيونك؟ حرام عليك، فتح عيونك، فتح عيونك. فتح عيونك، فتح عيونك. نجيب، نجيب. Thank you.